على ذكر الواحد وانا نستقبل في رامي بالراس. دكتور زكريا، هذه قصه الناس كله لينا نعملوا هكا. ايوه تعدي كورونا ولا ما تعديش؟ اقل انت زكريا كل شيء يعدي كورونا اقل. هو شنو الفارق؟ معناها الريسك موجود ولا لا؟ المصافحه علاش؟ خاطر كي باش تعطس ولا حاجه تحط يدك هكا جينيرالمون باغ كونتخ، وكي باش تمس وكل شيء باغ كونتخ، كي باش تعمل هكا ماهيش سيرفاس دو كونتاكت كبيره، معناها اقل. اي في تي اي في تي تمسكم توجور كونتاكت. طيب يا رب عايشتي زكريا نعاودها دونك عملوا هكا دونك. باش نبداو نحكيو اول حاجه، باش نبداو نحكيو على الحكومه اللي معروفه بقوتها في الكوم هذيا، اغلاط والحاجات هذيا حاجه بعيده برشا على الحكومه نتاعنا. دونك لهنا وزيره الفلاحه عندها ما تقول لنا، وانت بصيرتك خبير في الاتصال سي بريان، حابين نشوفوا شنو هي اللغه هذيا بالضبط. ترى اود ان اؤكد اولا متابعه انعكاسات جائحه نحو فلاحة مجددة وذاكية وذات قيمة مضاف عليها. ذات قيمة مضاف. الميكرون طق، كان سمعت طب ضرب. دونك رامي في السيدة وزيرة الفلاحة، عملتوا لها مونتاج لميت وركزتوا على الأغلاط ولا هي تكلمت هكا؟ هي تكلمت هكا، انا عاونتها بار كونتر، نقصت شويه والله ما نكذبش عليك دونك لهنا نحكيو على الكوم، والكوم هو راهو مدارس في علاقه بالحديث، تحب تتعلم انت من الحديث. فما مدرسه حلوه برشا هي موجوده منتشره في السياسيين عندنا في لطفي العميري، هي المدرسه السيسه. مدرسه نحكيو بشويه ما فهمش علاش حسنا باللوطه وكل شيء، نتعلموا هذايا من عند عابر موسي اللي ما تخممش تنبس حتى ولا لا مش معقول هكا. لا خليها توصل برهان، خليها توصل. انت تحبني نتكلم ولا تحب اليوم تمركي نهار؟ انا ما عرفتش وقفت عبد الموسى قبل تسجيل. مركي نهارك ولا مش بدي واضحي؟ مركي ديجا ولا ديجا سؤال تو شبال علاقات تفسد في سام بعد ما نحبش نناقش فيه الموضوع. دونك عبير موسي ولا حاب تحكي من الحاجات الاخرين زاد اللي تحكي فيها برشا ومشكور برشا في علاقه بالكوم والاتصال، هو سي وديع الجري، ومن الحوارات اللي تحكي عليها برشا ونهار الاحد ضيف وحش الشاشه. دونك فما برشا عباد ما تفرجوش، يقول لك كيما مريم فار اكزومبل تساوي ساعتين ونص سبور ما تبعوش، دونك يحبوا يعرفوا شنو هي صار بالضبط. هذا تلخيص اللي صار بالضبط في حلقه وحش الشاشه نهار الاحد. دونك قصوش خاطر ما يجاوبش على الاسئله يولي ما عادش يجاوب على الاسئله، خليه يجاوب. نكمل لك لونشينمون. باهي وتسلم عليها الهيكل الرياضيه الدوليه. كملت. ميسالش لونشيني معاك سي سمير. تفضل يا سي لطفي خليه يجاوب. لونشيني ياسر اين يكمن؟ سامحت حريتك لونشيني كم طرش مان. تفضل. علاش خليه يجاوب؟ نجاوب يا سي. خليه يجاوب سي لطفي بربي خليه يجاوب. انا نحترم فيهم، خليه يكمل لونشينمون بما فيه. دونك سي لطفي كان حاضر على حكايه لونشينمون، حاضر خليه يجاوب. لونشينمون اللي استنتجناه من هنا، لونشينمون معروف تحب تقنع العباد تقول جمله عاديه تنجم تكون سامبل وتزيد فيها لونشينمون، تولي تنجم تظهر على منازمه صباح الخير لونشينمون او برافو. دونك هذا اللي استنتجناه من عند سي وديع الجري، وسي لطفي العميري يعطيه الصحه خليه دونك يجاوب كيما طلب منه سمير الوافي. من الحاجات الاخرين اللي تعلمناهم من عند سي وديع الجري الامثله. الأمثلة كانك تحير في مثل ينجم يعطيك أمثلة جديدة، كي شوية كرياتيفيتي في علاقة بالأمثل. اللافتة احنا ما حبيناهاش لأنها موجبة للعقاب، وإرز ما تعاقبناش عليها لأنها لافتة سياسية في تظاهرة رياضية، ولا عندنا بها لا علاقة لا من بعيد ولا من بعيد، ولا عندنا بها لا علاقة لا من بعيد ولا من بعيد. علاقة لا من بعيد ولا من بعيد، هذايا مثل برعاية سي بوقر بعدني أمان توسيق ليه كورونا وكذا، من بعيد ولا من بعيد تقرب يمكن تلقى مشاكل، أما خليك بعيد. دونك هذايا في علاقة بالواحد، تنجم تعمل لونشينمون من بعيد ولا من بعيد. في علاقة بالروبريك نتاعنا اللي هي رامي الأربعة، فما روبريك فيكس ولا جائزة فيكس كل جمعة نعطيوها، واللي هي جائزة نكتة الأسبوع والحق نتاع ربي. الجمعة هذايا الجمعة الأولى بكل استحقاق خذيها معانا، فوالا نشوفوا شكون. سي سارة حناشي ترتدي كاش مايو على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة. عمرو ما ركزوا ساعة مع الرجال، ساعات راهو كوستيومات خايبة برشا، هذاك علاش ما نعرفش علاش. مش كان ما هو قالوا كاش مايو، يجي راجل كاش مايو. لا كاش تليفون. عندنا ما نضحكوا، عندنا ما نضحكوا، ولا دونك نساء عندهم كاش مايو، رجال عندهم كاش تليفون، فما فيرسيون البيبيات عندهم كاش كول، حاسينوا جو جو مع سي امين كارا، ما نحبش نفادلك برشا في عالم. جايزتك هذه بتاع شنو؟ نكتة الأسبوع. نكتة الأسبوع. هذه نكتة الأسبوع ياخذها كل جمعة معنا متسابق، أنا ما نحبش نفادلك بها كي نبدا نعطي في الجايزة، لا نقى روحي أنا فيها الجمعة الجاية. دونك سي امين نجم مرحبا بيك تجي بحذانا، تعرف الثنية نتاع التاسع نورمالمون تنجم تجي تاخذ جايزتك. به لهنا برشا عباد يحكي ويقول لك تو هذا باش يدخل رامي الأربعة ولا رامي بلاه يحكي على العباد، علاش ما يحكيش علي بحذانا؟ دونك احنا اخترنا أول حلقة باش نحكيو على واحد من الجماعة اللي بحذانا، ما نحبش نغزر له طول سي لطفي العماري، والله نحبك برشا سي لطفي، ما نقصد شيء. ولدي نستاه. عايش لطفي عليك سي لطفي. لطفي عليك سي لطفي. دونك سي لطفي تحط في امتحان صعيب برشا نهار السبت، واللي هو يختار شكون
احسن كرونيكور سياسي ونشوفوا شكون سي لطفي اختار اول كرونيكور تراه الاول ماي القصوري يا رب العشرة ما غير ما تستريسي برهان ميسالش انت موجود في الليسته ما اختاركش لو ميسالش نوسعوا بينا عشرة وكذا ونحاولوا نتفاهم نشوفوا شكون اختار الثاني على القليل به خليفه خليفه اي دونك نمشيو لبرهان برهان محني سي برهان حطك ثالث دونك لهنا الكونكلوزيون عندنا ايكيب ما تحبش تهني على روحها من اول حلقه اللي نورمالمون انت وحدك لازمون عندك وحدك فهمت سي لطفي نورمالمون ما تعملوش دي ريونيون في علاقه بالمواضيع هذيا لا لا ميسيلش ميسيلش من بعد كيستيونير سي لطفي حاشنا بيك في الاداره اما سي لطفي اللي نستنجوه سي لطفي عنده على شنو متك متهني هو تبارك الله عليه سي لطفي في جمعه بركه في التاسعه هو انتداب الموسم تبارك الله في البحر الابيض المتوسط دونك في جمعه جاي انفيتي مارتين وباش يخدم في تروازي ميسيون تبارك الله سعداء باستقبال خلي نقول انا نحبه محبه خاصه بالطبيعه لطفي العمالي مرحبا بك سي لطفي مرحبا بك شرفتنا بوجودك في البرنامج رسميا دونك الخبر باش نشوفوك في برنامج نهار الاربعاء مع برهان بسيس باش نشوفوك مع ملك زيدا وباش نشوفوك مع سمير الوافي فوالا دونك تبارك الله سي لطفي باش يكون ديما حاضر التاسعه باش تولي 10 به هو سي لطفي باش يبدا كل بلاصه وين نروحوا نعديو سي لطفي فهمتي وهذا يا سكوب خاطر معلوماتنا وفي الناقصه ماشي بالو تروازي ميسيون هكا هو هذا يا سكوب شنيا عنده برامج اخرى سي لطفي لعمير دونك لهنا الاثنين مع السبعة عندنا الشيف شيف لطفي شيف لطفي معنا فوالا سي لطفي كل يوم لهنا الخمسه غير بوع الخمسه الطقس كان تحبوا تونس كذا وعندنا واحدة أخرى عندنا واحدة أخرى اللي هي فوالا جي مع سي لطفي أبدو بومبيت تبارك الله سي لطفي نجم يدور لكم الدم وأنا نحب سي لطفي والله نحب سي لطفي وإن شاء الله ربي يخلينا سي لطفي في التاسعة بالطبيعة هذه برعاية الخطوط الجوية القطرية راهو الفقرة القاصفة ما نحبش نناقش الموضوع هذا معاه خليني يزي اللي عملته فوالا هذا هو اللي عندنا اليوم في رامي الأربعة مرحبا بك رامي يعطيك الصحة ميرسي بوكو نشوفوك كل أسبوع في رامي الأربعة إن شاء الله رامي فرحانين باستقبالك وبوجودك يعيشك يا رامي ميرسي بوكو